سيواجه فريق ريال مدريد فريق فياريال في الجولة 16 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، وكان فريق ريال مدريد قد انتصر أمام فريق بلد الوليد بهدفين دون رد في إطار المنافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني، كما قد انتصر فريق فياريال أمام نظيره فالنسيا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب البطولة ب 38 نقطة، فيما يحتل فريق فياريال المركز السابع ب 24 نقطة. وستنطلق المباراة بين الفريقين يوم السبت 7 يناير 2023 على الساعة 4:15 عصرا بتوقيت المغرب، والخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة. وستقام هذه المباراة على ملعب لا سيراميكا بفياريال الإسبانية، وستكون المباراة منقولة مباشرة على القناة بين سبورت القطرية. نتمنى التوفيق للفريقين.